سمعنا هدير قوي اوه عمل هيك. قلت له لابني في شيء بده يصير، وطلع اول انفجار وطلع الثاني. انا حسيت دماغي طلعوا من مطرحهم. انا عبطته لابني ونمت فوق منه. انصبت قطبوني 40 قطبه براسي وبايدي وبظهري. قطبونا الساعه 11 بالليل بلا بنج. صار الانفجار انه انا هاد ببيتي سمعنا صوت طيران، هزت الدنيا فينا، طلعنا لبرا، طلعت الدخنه وما بقى شفنا شيء. شفنا بيوت عم تتدمر، حيطان عم تنزل، وجهات عم بتطير بالفضاء، جرحى بالارض، ازاز، ما بعرفنا شو صار فينا. وزير او رئيس جمهوريه برا عمل خطا، مش انفجار دمرت بيروت كلها، بيستقيل. ايه نحن مات الشعب اللبناني وما بيستقيل. هذا شعوري، شو بدنا نحكي اكثر من هيك؟ شو ما حكينا وشو ما عملنا شو بنسب لهم يعني؟ مش عم نوصل لمطرح، لازم يفلوا.